واش ممكن تبدا بشي كابيتال صغير؟ يعني راه يقدر ما تشريش البرودو، يقدر ما تشريش البرودو، راه يقدر ما تشريش. انا كنعرف واحد السيد هاجي قسما بالله الى قصه، وكاين مولاها ما نقول سميتو حتى نجيبو معايا في واحد الانترفيو في الفيوتشر. يدير الايكوميرس، تعلم يدير 300 درهم باش يبدا، قسما بالله الا بدا ب 300 درهم دير مار الخوت وحق الرب، وقسما بالله وسمعوها مني، الى انا في 33 عام وشرافت والحياتي فهمتي طاحت وعييت وتقهقرت وعندي خبره في الحياه، انا نقول لكم هذه بصراحه. واش ممكن تبدا بشي كابيتال صغير؟ سؤال زوين، واش ممكن نبدا اخويا اسمو شي كابيتال صغير؟ الخوت ممكن تبدا الدراري وبنات، ملي كنقول الخوت انا مزوج، ما بقاوش البنات على قداش اكثر حاجه عندي في البرايفت ديالي يوميا. علاش الميساج ديالك موجه للدراري؟ علاش ما موجهش للبنات؟ ملي كنقول الخوت راه فيها الدراري وبنات، علاش نتوما البنات حاكرين راسكم لهذا المستوى هذا ديال واش هادشي للدراري؟ واش كدويه مع الدراري؟ واش انا علاش اللي ندوي مع الدراري؟ شنو اللي عند الدراري ما عندش البنات؟ صافي بحال هذا بحال هذا، صافي بحال بحال. لقاش تحمقوا ليا راسي وحق الله يوميا، علاش الميساج ديالك موجه للدراري؟ علاش كدوي مع الدراري؟ علاش كتقول الدراري؟ راه الدراري جا مع الدراري والبنات، فهمتي؟ تقول لك الا كان المذكر، الا كانوا غير جوج دراري مع 20 بنت، راه كدوي بصفت فهمتي، تدوي مع المذكر صاي، تكون داكشي الاخر تدوي مع اللغه العربيه عندي مدرحه. المهم تكون الصياغه ديالك انك تتنادي الذكور، ما كتبقاش كتقول انتن صاي، يعني فهمتي اللغه العربيه ديالي راه مدرحه. anyway، وبالتالي ملي كنقول الدراري راه دراري وبنات، خلونا البنات ندوزو، يعني دراري بنات ممكن تبدا بكابيتال صغير، ما كاينش مشكل. راه شحال من واحد بدا بكابيتال صغير واهلي فين ولا، راه ماشي المشكل هو الكابيتال، راه المشكل هو الزهامه. واش انت صليب؟ واش انت طيار؟ فهمتي؟ او ماشي صليب وطياره تسمعت في دماغك، لا كتحرك كتحرك كطيح لك الفكره، كتقول نمشي نديرها غدا، غادي نضرب لضرب عمر نشوف شنو كاين. بعيد عليا ضرب عمر، كيفاش غادي بشي وسيله نضرب شي نهار في السيمانه، نمشي تمايا مع الصباح نشوف النهار كامل، وفي الاخر ناخذ التران الاخران ونرجع. كيعاودوا على شي سوق عندنا في اكادير ولا في كذا ولا في هذه المدينه هذه في طنجه تتباع فيه الجمله، كيفاش نمشي ممكن نطلو ونشوف نسلم على الناس ونسولهم بشحال وندير عباري، وبعد ما بيان سور تشوف هاد المنتجات حققت بها الملايين، تشوف الدور عاد تمشي دير هاد اللقطات. هنا كتولي فهمتي، يعني يقدر ما تشريش البرودو، يقدر ما تشريش البرودو، راه يقدر ما تشريش. انا كنعرف واحد السيد هاجي قسما بالله الى قصه، وكاين مولاها ما نقول سميتو حتى نجيبو معايا في واحد الانترفيو في الفيوتشر. هاد السيد هذا ولد كازا، ولد كازا يعني حدا، وما هما وما اكثرهم ولاد كازا. تقول لي راه ولد كازا، راه 70000 ولد كازا ما دار والو في حياته، تهنى فهمتي، الا ما كنتش غادي دير ما غاديش دير. المهم هذا ولد كازا، ولد كازا كان تيمشي لدرب عمر، تعلم يدير الايكوميرس، تعلم يدير 300 درهم باش يبدا، قسما بالله الا بدا ب 300 درهم تيمشي يشوف البرودوي، تيمشي يدير ليه الات، وبيان سور بقى تيدوي مع الناس وكذا ودار معاهم العلاقه، تيجي عندو تيقول ليه شوف انا بعت ثلاثه الحبات ديال هاد البرودوي هذا، ها بشحال بعتهم؟ كنت عندي سطور وكندير الايكوميرس، وها بشحال بعتهم؟ هاك ها لاكارت ناسيونال ديالي، عطيني ثلاثه الحبات نمشي براسي نوصلهم نتخلص فيهم نجي نخلصك. بيان سور ما كاينش اللي يقول ليه لا، راه كلشي ما كرهش يبيع سلعته. هاكا بدا في الاول تيخلي لاكارت ناسيونال ديالو، من بعد ولا كلشي كيعرفو كلشي كيتيق فيه، علاش كيجي تقول لي هاني عندي 14 ربيع كونفيرميتهم، اعطيني السلعه نمشي نوصل نتخلص نجي نعطيك الجيب. راه كاع التجار خدامين هاكا، راه الناس اللي كيبانو كيبيعو التلافز خدامين بالكريدي، راه كيجيو تيحطو ليه التلفازه حتى كيبيع حتى يخلص. راه التجاره الاساس ديالها هاكا، راه حنا ما كنخلصوش فيسبوك، ما كنخلصو حتى الشهر اللي بعدو، ولكن حتى توصل واحد النيفو ديال الثقه، وانت خاصك تخرج تبني الثقه. هاد السيد هذا هاكا كيمشي، في الاول كان تيخلي لاكارت ناسيونال ديالو، كيمشي السلام عليكم الله يخليك انا راني بعت ثلاثه من هادي، انا صرفت غير الات، عطيها لي الله يرحم ليك الوالدين، ها لاكارت ناسيونال ديالي. علاش كاين هذيك لاكارت ناسيونال؟ اش تستافد منها كاع انت؟ ها لاكارت ناسيونال ديالي ها هي خليها لك ضمانه، انا نمشي نوصل ناخذ الفلوس وتمشي وصل لراسو، ما تكونش معكاز. هادشي علاش قلت لك ماشي راس المال، ف
فيها واش نتا حار يقدر ما توصلش لراسك تقول لي اخو انا ما كنعرفش نسوق موطور في كازا وكذا شوف كاين مليون وسيله عطاه لواحد اخر وصل قال لك اخو وصل لي هادو خذ واجي الا وصلت انا نعطيك 20 درهم واش يجيب لك الفلوس عطيه 20 المهم شوف شتي لونتربرونور هو تيدير شاقي لاقي تيلقى 70000 حاجه تيلاقي هادي مع هادي تمشي دبر بالبرودوي بالسلف حط لا كارت ناسيون هذا تنسميه اونتربرونور فهمت يعني ارى لي البرودوي هكا لا كارت ناسيونال يمشي يوصل ياخذ الفلوس يجي هكا خويا ارى لي لا كارت ديالي الله يعاون اليوم على غدا على بعده ما بقاش محتاج يحط لا كارت ناسيونال صافي راه الناس صعبه راه التجار خدامين في الملاير والو ملاير واه في كازا الناس في المغرب كامل شوف كازا في الخميسات كنعرف الناس كدوف الملايين فهمتي تيجيو تحطوا لهم التلافاز الثلاجات العباد حتى من بعد عاد تيخلصوا حتى كيبيعوا داك الشيء عاد تيخلصوا انت صافي راك داير التجاره غير نتوما الدراري ما خرجتو ما شفتو ما فهمتو فهمتي يعني مديكونيكتين عليها كنقول لك راه ما بقاتش في راس المال وبقات واش انت حار حار ماشي دماغ لا واش انت حار فيك النفس باغي تحرك صافي واحد الجمله هادي خارج من النطاق واحد النهار قلت للمدير ديالنا السي الغيساني قلت ليه السي الغيساني هاد الناس هادو اللي كنشوفك انت كتبقى معاهم وفهمتي واخا خونا ما تيبان لي انا ماشي دماغ وماشي عقل وكتبقى عاطيه الوقت وكتخدمو كتبقى عاطيه الوقت حتى كيتعلم ويولي مزيان ومن بعد تيولي خدام مزيان انا بناء على شنو اخويا كدير هادشي قال لي شوف اخي السيمو جوج حوايج ما كيتشراوش الا بانوا لي عند شي واحد ما كنفرطش فيه قلت ليه فيدنا سياده المودي عاك شوف انا راه باقي كنستافد راه كلشي كيستافد الا كحسبتي راسك راك انت عالم بلا ما نقول لك شكون انت صافي خلينا خليها بيناتنا كلشي كيستافد قلت ليه فيدنا سياده المودي راني كنسمع قال لي جوج حوايج علاش كنتي ما كيهمنيش انت طياره ودماغ واعر لحقاش يقدر ما تعطينيش داكشي اللي انا باغي جوج حوايج خص يكونوا في الواحد ما عمرنا نفرطوا فيه انا وما سياده المدير تيبان لك باغي يخدم وقليل تيبان لك باغي يخدم فهمتي مونجاجي معاك وكيجيك بكري في الوقت حتى هادي كتدل على الاولى عرفتي معلم هاد اللقطه ديال بنادم يجي في الوقت راه حنا المغاربة ما بنادم ما تيجيش في الوقت هادشي يقول لي عليه انا ما تنفرطش فيه تنعرف ان خونا من هاد جوج حوايج كنعرفو باغي يخدم وما نفرطش فيه وخا ياخذ وقت طويل باش يتعلم وباش يتحسن وباش يولي مزيان نموت معاه لان واحد الدماغ ما يجيكش فهمتي واحد الدماغ تجي يفكر بزاف وتصبح ناس وحق الله راه انا عنديش اصحابي انا عنديش اصحابي الى يومنا هذا عاطلين عن العمل شريف نوض دفع السيفي سير لتمايا دفع لهم السيفي انا ندوي معاهم ونشوفهم واخا اخي السيم غدا ان شاء الله الو فلا انا نايض دير امك الحمار نايض بعد فهمتي 6 الصباح كدا تنقول الحشومه اتصل بيا دابا ما جاتش خليت 8 الو فلان مشيتي في الطريق دابا ياك هادشي لا جاوبك والله ما يجاوبك بالرب ما يجاوبكش قول لك اخويا السيم صراحه باقي ناس عرفتي شنو ولكن ممكن حتى لغدا السطر تتقتلوا راسكم اصاحبي وحق الله خونا سير دير هادي كدا 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 امتى نبداو اصاحبي اخي السيم غدا نبداو ما تيجيكش امال ما تيجيش ما تيجيش للاسف فهمتي ما تيجيوش الرجوله فهمتي الا كنت كتفكر بزاف ومع كامل الاحترام ما تنعرفش الدراري تيعاودوا لي عليهم فهمتي ماشي تنعرفهم شخصيا ولكن ما قادرش نقول راه هي هذيك السبب انه تيكونوا كيتكيفوا الحشيش فهمتي وكنت ندوى مع شي ناس نقول لهم علاش صاحبي كنزكيو معاهم تيكونوا مريحين معانا بالليل تيبانوا لك الدراري دي جون وباغيين يعطيو وباغيين يفعلوا وتدوي معاهم كتقول له صافي غدا معلم سير تقضي هادي كدا الا احتجتي شي حاجه حنا معاك والغد اللي ما تمشي ولا سي انا ما تنعرفش الدراري الا كانت هاد الهضره غلطه ما تدوش عليا كانت صحيحه تدوا عليها الناس يكونوا احسن مني فهمتي في التفسير انا ما عمري كميت ما عمري سكرت ما عمري كميت حتى قار فهمتي انا تنصح لواحد ما يقربش لداك الشيء ما عمري فهمتي ما عمري حتى شي حاجه فهمتي والو فهمتي ما عمري تعجنت ما عمري درت حتى شي مخدر باش نبقى نذكر واحد بواحد فهمتي يعني ماشي تقول لي السيمو هذاك خوتنا اللي كنتي معاهم البارح بقينا كندوي معاهم بغينا نعاونوهم ماشي كيما الحشيش كنعرفوهم ولي كيكمل الحشيش كيبقى تيفكر بزاف وتيحلم بزاف وفي الليل كيبني لك السيليكون فالي كيطلع ناطحات السحاب مع الصباح كينوض ناعس ما كيقدرش يخدم ندوزو اخوتي هذا الموضوع تبدا براس المال صغير قلت لك ممكن تبدا براس المال صغير غير واش انت حار
كتنوض بالوقت كتخدم الى قلتي شي حاجه كديرها مع الخوت وحق الرب وقسما بالله وسمعوها مني الى انا في 33 عام وشرافت وحياتي فهمتي طاحت وعييت وتقهقرت وعندي خبره في الحياه. انا نقول لكم هذه بصراحه قسما بالله الا كنوض مع الخمسة ونص ديال الصباح تيقول لي يا راسي واش باغي تمشي للاصال جر المنطقه صاحبي ونيس. انا دابا غدا تيقولها لي غدا مع الخمسة ونص تيقولها جر صاحبي المنطقه ونيس المنطقه سخونه صاحبي لسه خلينا من هاد الهضره هادي ديال نوض نمشي وكنوض كنمشي وفي الطريق غادي صايق للاصال وحق الرب وراسي كيقول لي صاحبي دابا تجي تمشي عندك مول لاصا ما كاينش والله الا كون هضرتي على صاحبي ونعس حتى صاحبي حتى وكنمشيو للبيرو مع 8 عصا اش كتمرتنا هادشي دابا يعني فهمتي رانا قديم في الخدمه قديم من 16 عام وانا كنقرا وكنخدم من وراها صافي خرجت من القرايه على 20 عام وبقيت عاطيها للخدمه 20 ونص قول 21 عام وبقيت عاطيها للخدمه فول تايم وليت التزام وانضباط الى يومنا هذا قسما بالله الا ملي كنديماري الطوموبيله من الدار غادي نشد لوتوروت للرباط عرفتي كنحس راسي ما باغيش يدخل ليا لوتوروت باغي يجلس ليا في الخميسات واي لا صاحبي خد لنا شي قهوه صاحبي غير هنايا وشي قرعه الماء صاحبي ونريحو انت من درا صاحبي في الناس اللي واي لا صاحبي الضربه صاحبي حتى للرباط الله يجيك عليها صاحبي شي قرعه الماء صاحبي وشي قهوه مزيانه ونتكا وحطنا المزيراتي قدامو تندير بحال هكا وكنمشي كندخل عرفتي دخلت لوتوروت ما يمكنش ترجع هادي اللي كان بغيك تحط راسك فيها فهمتي كنتدمدم كنتدمدم تندير بحال ما سمعت راسي وكندخل فهمتي كتسمع ديك الطيط كيطلع ديك التسميه ديال لوتوروت كتدخل لافي معلم تنشفت كنلقى راسي تيدي على البحراوي صافي هاني فسله وقعدت فين ترجع راسك تيترجل ديك الساعه تقول لك معلم هي هادي ديال العدو امامنا والبحر خلفنا والوراء انا هي هادي صافي كتحط واحد الموقع لا رجع معلم كنمشي كنخدم النهار كامل زوين وكنرجع بالعشيه فرحان كنشوف با امو كنفرح مراتي وكنتفرج شويه وكنعس فرحان عاوتاني راه ها هو خونا اللي كان فرحان في البيرو دوز النهار ديالو واعر وبعد تيم وناشطين وداك الجو اللي كتكون شي تيم زوينه ما فيهاش الفيروسات كيكون واحد الجو واعر الحمد لله ودابا عندنا التيم في الرباط طوب فهمتي تتحس هكا بداك الجو تاع الفاميلي تمايا مريحين خدامين داوين ها انت الغتلي شي نسى العقل كاع هادشي الغتلي ما عنديش لاصال عاوتاني باغي نمشي غير للخدمه اش كيقول لي يا راسي التليفون تيصوني معاه 6 7 على حسب الوقت اللي خصني نكون فيه البيرو اش كيقول لي يا راسي وعلى صاحبي ولا صاحبي ناري الجاذبيه ديال الناموسيه فوق الجاذبيه ديال الارض صاحبي بغيت تنوض كي تدير لها ونجي حسيت ان تنوض راسي هاكا كنوض راسي بزز عاوتاني بدا يسمع لي كتب الافلام فهمتي تاع المدافاكرز ديال وعلى صاحبي ولوزات سخون على المنطقه تحيدها يضرب الرواح وهادي تشير هادي تشير هادي كتحيدها مالي لا رجليك ولا بارده كتحط رجليك هي كتقاوم راسك يعني في هادشي فهمتي حياتي كامله هاكا راه هاكا دايره الاخوان جسم الانسان وراه هاكا داير العقل ديال الانسان الانسان بقى جوج حوايج بغى يحافظ على البقاء بغى غير يبقى ما تيهمش يبقى لاباس عليه ولا ديفلوبي راسو لا الانسان هذاك السيستم اللي خدام في وسط منك خاص تعرف تقاومه هذاك السيستم كاين وهو ما بغى لك والو ما بغاك يضرب كبرت ما بغاك تخرج ما بغاك ترتجع بغاك تجلس بحال هكا وتبقى مكان واش تبقى عايش صافي الانسان هادشي اللي بغى غير يضمن البقاء ديالو خايف من كلشي وداك السيستم مجوري باش يحميك صافي مجور باش يحميك وانت المشكله ديالك كتسمع ليه وصافي راه يعني ديال الاخ اللي كنتي انت كتعاني مع هاد القطاجي راه حتى انا كنعاني منه راه انا كنوض كنتوكل على الله والخوت كاملين اللي مونجاجين في شي حاجه كينوضوا يتوكلوا على الله وانت كتوعد راسك وما كتمشيش كتقول غدا نبدا ما كتبداش غدا ندير هادي ما كديرش غدا نحل السطور ما كديرش غدا نمشي نشوف ضرب عمر ما كتمشيش وهذا الشيء ما ادراك انه ماشي خصك تمشي نهار تنقول لك راه الا بغيتي تشوف الريزلت عطي 90 يوم متابعه الدق عاد من ورا 90 يوم قول اجي نتحاسب مع راسك اما البنات ملي كيضرب ليا يومين ثلاثه ايام وتقول لي باش نتحاسب مع راسي الصطب انا نقول لك النتيجه بلا ما تحسب خاسر وما درتي والو وما غادي دير والو واش كاين شي واحد يدير شي حاجه بالزربه ما كايناش اصاحبي خاصك الخدمه واحد 90 يوم ويلاه سقسي راسك فين وصلتي 90 يوم ديال الخدمه 3 شهور ولا 3 شهور سقسي في راسك اما هاكا نوض مثلا نخدم اليوم وفي الاخر النهار نقول اشنو هي النتيجه النتيجه هي ناقص خسرت ليسانس ومشيت خسرت نهار الخدمه ومشيت خسرت الماكله اللي كليت ومشيت خسرت شنو اخر الماء اللي شربت شريته حتى هادشي هي الخساره
ريحت في شي قهوه في شي ميتينغ وانا اللي خلصت هي خسار. يعني هالخسار يعني نحسب معاك النهار نهار خاسر. الا جيت نحسب لك على النهار نهار راه خاسر، ولكن كتجي تشوف على 90 يوم هذيك القهوه اللي كنتي خلصت راه واحد خونا ساليتي مع واحد الميتين كلوزيتي مع واحد التين واحد اللعيبه اللي سميتو هذيك راه صحتك كليتي راه راجع عليك بالنفع هذيك دا هذيك الخدمه اللي خدمتي داك النهار ها هي اللي خلات هادشي توصل لي اليوم بعد ما دازت 3 شهور الخدمه وسقسيتي في راسك. وهادشي بعد سنين تزيد ولا عرفت هاد القضيه واستمريتي تتوز بالنتيجه بعد سنين. لا نجي شحال من واحد تيقول لي اخويا سيمو انا باغي نخدم وندير المازيرات. صارت انا ما دخلناش الفاكين بيزنس باش نديرو المازيرات، دخلنا انا دخلت انا اخويا باش ندير 300 درهم في النهار. انا نقول لكم مع كامل الاحترام فهمتي انا ما عشتش والله ما عشتش، يقدر نكون انا هضر من الناس. انا كبرت في واحد الوسط تيقول لك اودي راه الا مشيتي خدمتي راه الناس كيتعفطوا عليك والناس كيشتفوا عليك والناس تيمرمدوك باش يعطيوك ديالك والناس كيمرضوك والناس كذا. صافي من الصغر طلعت قلت اجي انا ما اجي يحكم فيا حتى انا اجي نكون اونتربرونور. من الصغر درت مع شي دراري صحابي شركه ديال الهوستينغ، درنا مع شي اجونس كومونيكاسيون كنقادو لي سيت للناس وكنقادو لهم الادز في جوجل. المهم ما عمري خدمت عند شي واحد فهمتي، ما عمري جامي. حتى كبرت دابا خدام في شركه ديال الرباط، خدام في واحد الشركه في الخليج، خدام في واحد الشركه في دول اسيا، دابا خدام فهمتي. ولكن الفكره اللي كانت عندي هي راه غادي يشتفوا عليك غادي فهمتي هاكور. وهذا الشيء اللي ما خلانيش نخدم عند حتى شي واحد. قلت انا ملي كنت صغير قلت انايا شنو باغي، ما باغي حد يشتف عليا، ما باغي حد يغوت عليا. راه قلتش لا غوت عليا شي حد تقدر نهز الجنويه نتكي ليه. من هذا الكاركتر ديالي اللي كنشجعش على الجريمه واش يعني تنقول لك ديرها انايا، تنقول لك انايا سدوا الهضره هنايا انايا هكذا انايا لدرجه ان فهمتي بنادم مثلا شخص هادئ بزاف ولكن الا صعدتي معايا فهمتي يقدر الامور تسوء بزاف. يعني فهمتي لا جيتي بحال هكا تستحمرني كتستغباني يقدر الامور تمشي لشي بلاصه اللي ما تخيلهاش انت كاع فهمتي، شي حاجه اللي ما تخيلهاش، شي حاجه اللي هاك انا مديول انسان مزيان وجي يمشي ويساير وكذا. ولكن علاه قلت شوف اخ انا على حسب ما كيبان ليا وهادو كيعاودوا على سوق الشغل راه غادي يحقروا عليا وغادي يدوا لي رزقي وغادي يشتفوا عليا ويبقاو يطلعوا عليا الخلاص ديال هاد الشهر حتى الشهر الجاي وكذا. دونك انا ما نصلحش، دونك اخر شيء غادي يبينوا لي في الاذاعه دابا شي واحد، دونك انا خصني ناخذ زمام الامور، دونك غادي نخدم اونتربرونور. اما صراحه انا راه ما شفتش والامور تتبان لي راها يعني دخلت لونتربرونوريا الهدف ديالي هو 300 درهم في النهار وما يفتيش عليا شي واحد وما يغوتش عليا شي واحد وما فهمتي ما يحتقرنيش. لان الانسان هو الكرامه ديالو، الكرامه ديالك يا راس مالك. انا ما عرفت الاخرين، الكرامه ديالك يا راس مالك ماشي الفلوس اللي عندها ولا الكرامه. على ما تنقول الانسان خصو يخدم واخا ب 5000 6000 لان تحفظ الكرامه ديالك فهمتي. الانسان راس ماله هو الكرامه ديالو. انا بغيت نحافظ على الكرامه ديالي. نهار لقيت راسي تزاديت في هذا المغرب وتورطت فيه وتولدت فيه في هذه النسخه هذه وغادي نكبر فيه حتى نهار نموت وعرفت متى تجي بالله. قلت الصاد بالروج ولا الانسان شنو بغى يعيش بكرامته في هذه البليده هذه حتى نهار يرجع. من امتى يرجع الله اعلم، نتمنوا غدا نتمنوا بعدو ما عرفناش. المهم از بوسيبل، ولكن المهم هو ترجع. امتى غادي يرجع الله اعلم. دونك انا مورط مع خوتنا هادو بغيت ندوز معاهم الوقت حتى نمشي بحالي. شنو هي الحاجه اللي ما بغيتهاش طرا؟ الكرامه ديالي تهان. شنو دونك خصني 300 درهم في النهار؟ حسبتها بلي البلاد خصك 300 درهم في النهار، دونك انت راه صافي حامل الكرامه ديالك وكلشي ديالك. دونك تهنيتي صافي. النهار الاول دخلت لونتربرونوريا الخطره ما باغي نديرو لا ملايين لا ملاير لا فلوس لا مازيراتي لا حديد لا حتى حاجه. داخل قسما بالله الى التارغيت ديالي 300 درهم ماشي باغي هاد السيمانه. قلت اجي نخدم واحد الخمس سنين باش نولي قادر ندخل 300 درهم في النهار وانا مرتاح هاكم فهمتي. باغي ندخل 300 درهم في النهار ما يغوتش عليا حد ما يفتي عليا حد. والامور راه خطرة سبحان الله. ملي كتخدم وكتضرب تماره وكتعطي وكتبقى مع الوقت الامور كتمشي بحال هكا. في الاول كتلقى راسك كتضربي في بلاصتك، ولكن واحد الوقيته تولي الامور كتقلع فهمتي، تولي الامور فريمون كتقلع.